بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك ويحمي مال اصحابه. معانا عجله من افخم المال عند الحاج حسن ابو الحاج في قريه عرب ابو ذكري. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادينا يا جماعه كده، نخش على الفيديو، يعمل لايك وشير الفيديو وصلى على سيدنا النبي واشترك في القناه علشان يوصل كل جديد. ربنا يبارك في صاحب النصيب وصاحب المال. عجله هنفتحوا السنه برضه يا جماعه، السنه ست سنات مش قافله، السنه ست سنات تاني موسم. خليكم معانا وتابعوا معانا الفيديو. افتح السنه يا معلم ابراهيم. افتح السنه يا باشا. لسه قايلها يا معلم. افتح السنه يا باشا كده ورينا. ست سنات يا جماعه، مفيش خنصر لسه. ست سنات. طلع يا باشا كلك من هناك كده. طلع كده يا معلم. الصلاة على حضرة النبي. ربنا يبارك في صاحبه النصيب. عجة دي يا جماعة متلقحة، خلي بالكم. عجة متلقحة. ربنا يبارك في صاحب النصيب. عجة هولشتاين الماني فيور، عجة هولشتاين الماني فيور فيها الحبل الفلاح يا جماعه. انا عارف حبلها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خليكم معانا تابعوا معانا الفيديو للنهايه وما تنسوش الصلاه على سيدنا النبي والله يكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله رب العالمين يا جماعه، النهارده 28 مارس 2022، النهارده 28 مارس 2022. حبايبنا الحلوين على اليوتيوب احييكم تحيه طيبه. خلينا نشوف الفيديو وخلينا نشوف ايه الاسعار والسعر وكل حاجه واللبن مع الحاج حسن ابو الحاج. السلام عليكم يا عم الحاج حسن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو عمر؟ اخبارك يا عم الحاج حسن؟ احلى مسا عليك يا ابو عمر وعلى المشاهدين اللي معانا، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين بنسبه الايام الكريمه اللي احنا فيها دي، والشهر الطاهر، وعودة علينا وعليكم الايام بخير يا رب العالمين. دخل يا عم ابراهيم. نقدم النهارده ابو عمر عجله كسر ست سنات. عجله بسم الله تبارك الله، هي الحاله الحلوه باينه. البيتزا اسمر عندك جمزي، البيتزا اسمر عندك جمزي تمام، وتبارك الخلاق، واللي ياخدها ان شاء الله يدعينا يا ابو عمر. ربنا يبارك. واحنا النهارده ان شاء الله ابو عمر هنسلم لبن من بق صاحبها 35 كيلو. وعشان الامان، عشان الامان هنسلم 30 يا ابو عمر. تمام، هي 35 بتحلب، بس احنا بلكي واحد ما ياكلهاش عملهاش، هنسلم ان شاء الله النهارده 30 كيلو فيها. على الامان، على الامان ان شاء الله. طب والزياده؟ والزياده بتاع ربنا الله يرزقه بقى فيها. الصلاه على حضره النبي. اللهم صل على النبي تبارك الله. در الكعبه يا جماعه. البيز عندك والدر عندك مرفوع لفوق. دخل يا معلم ابراهيم، دخل دخل عشان نحلب يلا. دخل يا باشا توكل على الله. بسم الله ما شاء الله. السعر النهارده ببلاش يا بابا. ولا خلف عم حسن؟ وراش خلف يا بابا. حاجه هي عجله فريش فيها تلقيح على ذمه صاحبها. تمام. تمام النهارده حوالي من 23 يوم والعرض ربنا يا بابا. بسم الله ما شاء الله ونعم بالله. شوفوا يا جماعه الدر المكعب قدامكم. الدر المكعب يا جماعه، مش الدر معاد الركبه، الدر المكعب. والعجله درها مكعب بتفضل طول عمرها سنها صغير. العجله مدر مكعب بتفضل صغيره طول عمرها. ربنا يبارك في صاحب النصيب، ربنا يبارك للحاج حسن ابو الحاج. زي ما انتم شايفين يا جماعه، عجه مربوطه زيها زي العجه الخليط، زيها زي الخليط، زيها زي عجه فلاحي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الدرجه كعب يا جماعه، والدرجه الشاشوره بسم الله ما شاء الله. فتح معلم عمر كده على توكل الله. هات يا باشا كده معلم عمر، فتحنا معلم، هات يا باشا فتحنا كده. السلام عليكم تبارك الله. خليك زمان صلاة يا محسن، بس نفتح. وعلى فكرة يا جماعة البيمة مش متحضرة، بيمة محلوبة النهاردة الساعة حوالي 8 الصبح، يعني دي وجبة دلوقتي، عشان العجلة بتاخد 3 مرات في اليوم مش مرتين. هذا هو الحلاب اهي تمام، هذا هو الحلاب يا جماعة. شوف يا معلم بيت طبيعي تمام. بس دي الحلاوه الثانيه اهي. صلاه سيدنا النبي. بسم الله تبارك الله، ربنا يبارك ويملى المال اصحابه. اللهم امين يا رب. بس قبل ما اقول كده خد كده حتتين ورق يا معلم، صح كده؟ تعالى يا معلم عمر، تعالى هنا كده، تعالى هنا كده. الصلاه على سيدنا النبي، تعالى يا هادي يا رب. بصوا يا جماعه انا هوريكم حلابه حلابه، عشان ايه الحليب هنا يدوي ان شاء الله.
الواحدة نفتح مكان الكاميرا وادي الثانية بس شايفين الدار وعشان اعرفكم ان البيمة هتحضرها ولا مش هتحضرها ده اللي اثبت لها اهو استنى القماش اهو القماش اهو لسه يعني قماش العدة اهو القماش قدامكم يا جماعة استرها يا سيدنا النبي ربنا يبارك في صاحب نصيبه بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله اكبر الله اكبر يا ابو عمر يا عم الحاج حسن يحميها اللي ياخدها واللي عايز برضه اجلات اشار خريط ولوشتاين خليط براون تمام تحت اشار اقول اشار بفضل الله عندنا كل حاجه في المزرعه هنا ربنا يزيدك يا حاج حسن تحت عندنا هنا اقول تحت اشار اللي عايز عجله برضه اللي يربطها اللي عيد يربطها ماشي اللي عايز عجله صنف ينيها ان شاء الله تبقى ظاهره عنده ماشي تمام يا عم حسن ومحتاج ذكر صغير انت اي حاجه عندي بفضل الله يا ابو عمر ذكر من عمر 3 شهور الى عمر 7 8 شهور وانت من عمر 3 شهور يا ابو عمر بفضل الله الى عمر سنتين اتنين اي كمان ان شاء الله موجوده يا ابو عمر عايز 40 ضغر موجود عايز 40 تحت اشار موجود صلاه حضره النبي اللي عايز صغير موجود عايز يعني ان شاء الله اللي عايز برضو عجات خليط عالي موجود عجات صغيره موجود اي كمان ان شاء الله موجود يا جماعه عند الحاج حسن ابو الحاج في قريه عرب ابو زكر خلاص ان شاء الله يعني التعليق لو تكرمت تصلي فيها على حضره النبي اللي عاوز يا جماعه من اسعار من 9000 ونص لغايه 10000 ونص موجود هنا تمام اي كميه ان شاء الله من تاء لبكر من تاء لبكر سلالات زي ما انتم عايزين ان شاء الله رب العالمين بكام يا عم حسن سعر البقره دي يا عم حسن سعر البقره دي يا ابو عمر احنا والله يعني حرام نقول على بقره لانها عده يا جماعه كسر ست سنها سعر عده الا الوالده دي يا ابو عمر اللبن دي تمام الفريش سعرها النهارده ببلاش مش عايزين بقى ساكن الارقام اللي ايه عايزين الصلاه على سيدنا رسول الله التعليق وعايزين لايك واشتراك في القناه اهم حاجه علشان اي حاجه توصلنا من عندكم ان شاء الله بفضل الله يا جماعه بالله لكم يا جماعه قبل الحاج حسن يخش السعر دوس لايك اللي اعجاب يا باشا لو تكرم اللي يخش على الفيديو يدوس لايك يا جماعه ليه؟ عشان اللايك ده بيوصل الفيديو لغيرك قولوا لنا نصيب حاجه اشوفها ان شاء الله ان شاء الله يا ابو عمر بكام سعر يا عم حسن؟ سعر البقره دي يا ابو عمر اللي عيد لي ست كاسه ست سنات مش بقره يعتبر تمام سعر العجله البقره دي يا ابو عمر ربنا يحميها عند اي حد ب 45000 وب 46000 لبن احنا ان شاء الله النهارده يا ابو عمر بنقدمها علشان خاطر مشاهدين سوق بلدنا الناس المحترمين اللي معانا اللي على اليوتيوب بقدمها ب 39800 يا بابا كام؟ 39800 يا بابا 39800 39800 تنباع بفريش بره ب 45044 بس احنا طبعا نرضى بقليله والحمد لله ربنا يبارك في ايديك كسبان يا عم حسن كده يعني كسبان والحمد لله يا ابو عمر بسم الله ما شاء الله تبارك الله واللي عايز اي طلبيه عايز اي حاجه يا ابو عمر رقم تليفونك يا عم حسن جنبك عندنا متاح كل حاجه ان شاء الله رقم تليفونك يا باشا رقم التليفون يا ابو عمر 010 22 22 82 84 72 4 6 يا ابو عمر 4 6 الحاج حسن الحاج حسن ابو الحاج المكان وسنا قريه عرب ابو زكري اللي جاي من وسنا 2 كيلو واللي جاي من بنا 3 كيلو الحاج حسن ابو الحاج يا ابو عمر شكرا لك يا عم حسن شكرا لكم على حسن سماعكم معانا وانتظرونا في اقوى عروض وكل يوم في جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته